ودلوقتي خلونا نروح مدينة العبور مع زميلتنا جيرمين إبراهيم نتابع معاها بعض استكمال أعمال مد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار العبور أو شارع مصر. المشروع ده بيوفر جانب ترفيهي وفرص عمل للشباب. صباح الخير عليك يا جيرمين. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على جمانة، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة ان اعمال التطوير والبنى ما بتوقفش داخل مدينة العبور، واحنا موجودين عشان نتابع واحدة من الاعمال دي، وهي استكمال مد يعني وتوصيل المرافق لمشروع بازار العبور او شارع مصر. وعشان نعرف تفاصيل اكتر معانا المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور. صباح الخير، برحب بيك يا فندم. يعني في البداية لو تعرفنا ونعرف المشاهدين ايه هو مشروع بازار العبور او شارع مصر؟ الاول بنرحب بيكم في مدينه العبور عروس المدن الجديده. في وزاره الاسكان وراحة التنفيذ هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اصدروا موافقات في معظم المدن ان انشاء شارع شباب يتيح فيه فرص عمل للشباب الموجودين داخل المدن الجديده، ونقدر ازاي نحدد اماكن مميزه ليهم يقدروا يمارسوا فيهم الانشطه الخاصه بيهم. احنا هنا في مدينه العبور تواصلنا مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده واخترنا مكان مميز جدا زي ما انتم واقفين دلوقتي، مكان على الطريق الفاصل بين المنطقه الترفيهيه والحي التاسع من المحاور الرئيسيه اللي موجوده، مكان مميز جدا. اخترنا 10,000 متر مسطح ننشئ عليهم مشروع الشباب، وسميناه اسم تجاري اللي هو شارع البازار او بازار العبور لتسويقه وسهوله تعريفه لسكان المدينه. احنا بدانا في المشروع ده تقريبا في نهايه العام الماضي شهر ديسمبر انشاء الاعمال البنيه الاساسيه الخاصه بيه، وبدانا في شهر واحد عمل قرعه للشباب الموجودين للتقدم للي حابين يشاركوا في المشروع، والحمد لله انتهينا منها وتم الترسيه على تقريبا 60 مكان، كل مكان تقريبا فيه عدد 2 من الشباب بيمارسوا المهنه، وان شاء الله في خلال فتره قريبه يكون بدانا التشغيل باذن الله. يعني المشروع بيتكون من كام وحده، وهل هو هيتم على مرحله واحده او مرحلتين؟ هو المشروع ان شاء الله هيتم على مرحلتين، احنا انتهينا بالفعل من تسكين المرحله الاولى بعدد 60 باكيه. ان شاء الله متوقع ان نبدا الاعمال التشغيل بمجرد ما ننتهي بس من اعمال الموقع العام وتوصيل المرافق. احنا حاليا بصدد الانتهاء، ممكن اسبوعين ان شاء الله ونكون انتهينا من اعمال الزراعه واعمال التطوير الخاصه بالمكان، بحيث يكون مكان لائق لمدينه العبور ويكون متنزه ومكان ترفيهي جيد للسكان اللي حابين يخرجوا ويتنزهوا داخل المدينه، اللي هو مكان قيم مكان محترم، وان شاء الله ده اللي احنا بنصدد الانتهاء منه خلال الفتره القريبه الجايه ان شاء الله. ازاي بيساهم مشروع من المشروعات دي ان هو يوفر فرص عمل للشباب، سواء اللي هيكونوا موجودين في الوحدات داخل المشروع او حتى للعماله؟ هو المشروع بيوفر بصفه مباشره تقريبا كل بايك عدد 2 فرصه، في اجمالي دخلنا 120 فرصه مباشره، بالاضافه طبعا الى الخدمات والفرص الغير مباشره اللي بتخدم على الاماكن الموجوده، سواء كان المطاعم بتحتاج عماله، الكافيهات برضه بتحتاج عماله، الاعمال التوصيل الدليفري الخاصه بيهم ممكن توصل الفرص المتاحه للعماله هنا في حدود ال 200 فرصه. المرحله الثانيه ان شاء الله هنطرحها في القريب العاجل، ممكن خلال شهرين نبدا نطرح المرحله الثانيه من المشروع بعد تسكين وتشغيل المرحله الاولى، متوقع ان شاء الله ان احنا نكون انتهينا منها في القريب العاجل ان شاء الله. يعني لو اتكلمنا عن الانتهاء بقى بشكل فعلي وافتتاح رسمي للمشروع تقريبا، هل تم تحديد الوقت وايه المتبقي علشان يتم الافتتاح بشكل رسمي؟ يعني ان شاء الله في غضون الشهر القادم قبل نهايته هنكون انتهينا من اعمال التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي ان شاء الله. انا بس عاوز انوه عن حاجه بسيطه، ان احنا حاليا المكان اللي احنا واقفين فيه ده بيخدم على التراك والممشى اللي كنا انتهينا منه قبل كده والجيم، لكن لا السكان طلبوا مننا احنا عم نتريب بنتمشى، فاحنا عاوزين مكان نريح فيه، مكان نقف فيه مع اولادنا، مكان نتبسط فيه، فدي جات لنا الفكره ان احنا نختار المكان اللي احنا موجودين فيه بحيث في الاخر في منتج متكامل من ممارسه النشاط الرياضي وفي نفس الوقت ممارسه الترفيه المطلوب. وده يخليني كمان اسال حضرتك، احنا شفنا ان التطوير بيتم كمان في محيط المنطقه، وشفنا منطقه العاب كمان للاطفال موجوده، فتكلمنا عن تفاصيل الاعمال اللي بتتم في محيط بازار العبور. احنا بنرفع كفاءه المنطقه بالكامل، احنا خدنا موافقه هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده على رفع كفاءه الحي التاسع والطرق الخاصه بيه، واللي من ضمنها
المكان اللي احنا فيه واللي كان له نصيب طبعا في التطوير ورفع الكفاءه. الزراعه بالكامل هيتم رفع كفاءتها واعاده انشائها من جديد. اعمال اللاندسكيب والانترلوك والبردوره والاناره كلها تم تطويرها وتجديدها مره اخرى. تم انشاء شبكات صرف وشبكات ميه جديده بالكامل تخدم على المشروع وتحافظ على استمراريته. المشروع سوف يدار بالكامل عن طريق جهاز المدينه، هو المسؤول عن الاداره. تم توفير الاماكن دي باسعار رمزيه، تقريبا البايك بيتكلف تقريبا في حدود 15 جنيه ايجار يومي في اليوم ايجار رمزي. وفرنا حمامات عامه وهتدور برضه من خلال الجهاز الحفاظ عليها سواء كان سيدات او رجال، تمام. فالمكان كله تم دراسته بحيث نوفر الخدمه الكويسه والرقابه عليها والحفاظ على الخدمه بعد كده واعمال الصيانه الخاصه بها ان شاء الله. يعني اي شاب عايز يكون او يقدر ان هو يحصل على باكيا او جزء في المشروع ده يقدر يقدم ازاي او يعرف عن طريق ايه؟ احنا عندنا الصفحه الرسميه لجهاز المدينه، اي طرح جديد بنزله بنعلنه على الصفحه وبنحط فيه الاشتراطات الخاصه بالتقديم. ممكن من خلال متابعه الصفحه ان شاء الله في القريب هننزل المرحله الثانيه، واللي من خلالها ممكن يتقدم الشباب بناء على الشروط اللي هننزلها ان شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معانا وكل المجهود اللي بتقوم بيه، شكرا لحضرتك. يعني بسنت وجمانة، ده كان لقائنا مع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وقدرنا نعرف أعمال التطوير اللي بتتم في بازار العبور أو شارع مصر اللي هيتم افتتاحه قريبا لخدمة سكان مدينة العبور. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. كل الشكر ليك يا جرمين ولضيفك الكريم.